المهم ازاي بقى ترفع موقع يا باشا؟ عشان ترفع موقع انت وهو الموقع، لا سيبك الموبايل بقى خليك معايا ماشي. الموقع ليه حاجتين، سيرفر ودومين. سيرفر ودومين نمسك واحده واحده. ايه الدومين ده؟ الدومين اللي هو اسم الموقع. انت سيادتك عايز تقول www.ايه، عايز تقول دوت ايه، دوت احمد محمد عماد دوت كوم ماشي. واحد يقول ياسين دوت كوم ماشي. اسم الموقع انت اللي بتختار الاسم اللي يعجبك، بس طبعا الاسم ده ما يكونش موجود من قبل كده. ما تقولش هسمي جوجل، يبقى انت بتستهبل، ما جوجل موجود. ما تقولش هسميها، طب اعرف منين ان كان موجود ولا مش موجود؟ الموقع اللي انت بتحجز من عليه السيرفر والدومين، بتعمل سيرش على الحاجه اللي انت عايزها، قال لك افيلابل يبقى خير وبركه واشتغل، ما قالكش افيلابل ونوت افيلابل يبقى محجوز. طب المواقع اللي بتحجز، في مواقع كتير جدا بتحجز، في موقع اسمه جو دادي، ده موقع حلو انا بحب استخدمه بصراحه. ليه بقى؟ الموقع ده سكيور، بيديني بند، البند لازم تبص للباندويتس. الباندويتس اللي هو ايه؟ بيديك مساحه ان الموقع يبقى سهل في البراوزنج، مش سهل، سريع. فالموقع ده كويس، لما بترفع عليه حاجه تلاقي الموقع اللي انت رفعته سريع، مش محتاج ايه؟ يحمل كتير. طب ايه الفرق؟ حاجه اسمها باندويتس. عارف زي مثلا اقول لك ايه؟ اقول لك مثلا انت اخرك الحته ده تمشي لي فيها، هيبقى انت قدامك مساحه ايه؟ ضيقه، هيبقى سرعتك بطيئه. اما لو قلت لك المساحه دي ده امشي فيها، سرعتك سريعه. هي دي فكره، ده اسمه الباندويتس، المساحه اللي بيديها لك الموقع يتعمل له براوز فيها او يمشي فيه، معنى صاحب البلد كده. هي دي فكره، فالباندويتس بيديه كبير. طيب حلو، فاول حاجه الدومين. طب اعرف بتخش على موقع جو دادي، موقع اسمه جو دادي اهو، جو دادي مش جوجل يا عم، ادي موقع جو دادي اهو، ده غيروا شكله حتى. اول حاجه بقول لك سيرش ايه؟ دومين. تك انت عايز مثلا تقول ايه؟ عايز تقول اسم الموقع ايه؟ قول ياسين شوبينج. بيقول لك ياسين شوبينج افيلابل، موجود. في واحد اهو دوت كوم موجود، وفي دوت نت ودوت اورج ودوت انفو. ده ب 22 دولار في السنه، وده ب 135 دولار، بس ده اكيد مش في السنه، ده كتير جدا، ده كتير جدا، ده هو 22. لا ده بص، هو ان ريجستر تو يير مور 22 دولار، ده في السنه، ده لا ده بيستهبله ده، مع ان دوت كوم احسن. كنت لسه هقول لك يعني دوت كوم افضل بكتير، دوت كوم اشهر، دوت كوم اشهر. دوت نت ودوت اورج لا خلاص، فهو بتعمل له سيلكت. بس ما تغلطش غلطتي بقى، انا كنت دايما بحجز السيرفر واروح حاجز الدومين وادفع لده وادفع لده. بعد كده لقيت من تاني مره وانا بحجز السيرفر بيقول لي انت بتاخد دومين معاه فري لمده سنه، فكنت بتكلف 22 دولار على الفاضي. لا مش انا بتكلف، الشركه بتتكلف 22 دولار على الفاضي، فاهمين؟ فهي دي الفكره. فلما تقول سيلكت هنا بس كونتينيو تشارت، انا مش داخل بحد احسن يحسب على حد، لا بس انا عندي اكونت كتير عليه فمش عايز يحسب. لا خش بس استريح شويه، خمس دقايق ان شاء الله، نص ساعه ان شاء الله خلاص. فبتخش تدفع له وخلصت. بص بقى من الهوستنج بقى اهو، هوستنج جاي، وتختار ويب هوستنج. ويب هوستنج قال لك انا عندي ثلاث انواع، ايكونومي وديلوكس والتيميت. الايكونومي بكام؟ في الشهر 40، ده بيعمل مبلغ. بس على فكره الدنيا غليت ليه كده؟ ما كانتش كده والله العظيم. لا ده بقى غالي قوي. ده بيديك كام ويب سايت ترفعه؟ ده السيرفر. ايه السيرفر؟ انت عرفنا الدومين اللي هو اسم الموقع، ايه السيرفر ده بقى؟ عارف زي ما بتشتري فلاشه 2 جيجا وفلاشه 16 جيجا، هي المساحه اللي انت محجوزه لك اللي انت شاريها على النت كام جيجا، بس هي دي الفكره. هو ده السيرفر، بيديك مساحه ترفع عليه الموقع. طيب حلو، ده بيديك ون ويب سايت، بيديك كام جيجا؟ 100 جيجا. بيعمل التيميت باندويتس، يعني انليميتد، يعني باندويتس المساحه اللي يقدر يتجول فيها الموقع، يعني انليميتد يعني ايه؟ مفتوحه. بيديك كام ايميل؟
وبيديك ايه؟ اديك فهمت يعني ايه دومين. تيجي للايكونومي للديركس بيديك ايه؟ انليمتد. هنا كان بيديك واحد، هنا كان بيديك ايه؟ انليمتد مساحه، هنا كان بيديك 100 جيجا. طب ايه الفرق؟ ما هو انت يا باشا لو انت واحد زي موقع ياسين عمال يرفع بيعمل ابلود فايلات، اول ما يوصل ل 100 جيجا الموقع ستوب ملوش اي لازمه. فاهمني؟ افرض انت موقعك عمال يرفع عليه صور، بترفع الصور، الصور دي مش هتاخد مساحه؟ لما يخلص ال 100 جيجا موقع وقف. ده بقى ايه؟ انليمتد. انليمتد باندويث كام ايميل؟ فري دومين برضه. الثاني انليمتد ويب سايت وانليمتد ستورج وانليمتد باندويث وكام ايميل؟ ب 62 دولار. والله العظيم الاسعار دي غريبه. استنى كده، لو قلت اد تو تشارت انا مستغرب من الاسعار دي. ايوه يا عم 62 دولار في السنه اهو يا باشا. 12 مانس 62 دولار. لا مش في السنه تصدق ده اهو. لا 755 دولار. هو ده علامه الدولار؟ ده دي يورو صح؟ دي علامه اليورو كمان. انت عارف يعني بكام؟ $755 دولار. اليورو ب 10 ب 9 8 ونص. 6000. لا يا عم ام لا ايه ده؟ لا انا بشتري لا 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 انا بشتري السيرفر والدومين ب 600 جنيه. ايه الهبل ده؟ لا لا طب استنى كده، انا هدخل بالاكونت ده. لا الاسعار دي غريبه على فكره. انا رئيس الدلاله الاسعار دي بقت حقيقه ده السوق هيوقف خالص. ايه المشكله يعني؟ authentication you enter incorrect user name. ايه يا عم ما هو ده انت يعني. وانا سطبت نسخه جديده. ادي اكسترنال. الديرة الديرة كليننج. دي كليننج اهو. كليننج 2 كي اس اي. كليننج 2 كي اس اي. عادي يا عم تعرف المشكله اهو. استنى بقى كده كده انا داخل على الهوست سيرفر بتاعي. عايز اشوف الاسعار دي ونشوف اللي عمال يقلب ده. ادي الويب هوستنج اوبشن. ده البتاع اللي هو بتاعي انا 12.49 دولار فعلا. وده 63. ده دولار ولا جنيه انا مش فاهم. متأكد دي علامة اليورو؟ طب استنى انا اقول لك دلوقتي يا عم دي شكلها جنيه و700 جنيه. انتوا هتجننوني انت. يعني ماشي 63 جنيه معقولة يعني 700 جنيه فعلا. انا بحجز كده ما علينا مش هنبص في الاسعار احنا مالنا. المهم بتحجز السيرفر زي ما بقول لك اهو وتشوف انت تختار ايه واد تو كارت وتشتريه وخلاص. ويقول لك وانت شغال يقول لك هتختار دومين اسمه ايه؟ اسمه كذا دبليو دبليو كذا. هيروح رابطه لك هو بالسيرفر. بعد ما يربطه لك واشتريت سيرفر خلاص كده تمام.
تيجي تعمل ايه بقى؟ عايز تجيب موقعك، عندك حلين لادخال الموقع، يا تخش عن طريق الاف تي بي هنا كده، ده اسمه اف تي بي، تخش من هنا. يعني انا لو عايز اخش على الموقع بتاع ايجيبشن دي اف ده اهو، انا كده كده مسيب اليوزر نيم والباسورد. طب انت لو مش مسيب هتخشها ازاي؟ اف تي بي، اف تي بي، انا عامل موقع اسمه الديره كليننج، اوريهولك اهو، هو ده. خد الكوبي كده، هيدخل ده هيفتح دلوقتي الموقع ده، الموقع انا كنت عامله، كان بتاع شركة تنظيف في السعودية، حتى هتلاقي بص لازم تكتب الاسم تحت. ما انا بكتب الاسم دايما، وده واحد اسمه محمود سامي كان هو اللي برضه معايا. خلاص المهم بتكتب ايه؟ وتروح كاتب اسم الموقع اف تي بي، وتروح كاتب اسم الموقع هنا وانتر كده. انا عايز اخش على السيرفر، السيرفر اللي هو عايز يخش على محتويات الموقع بتاعي، على صفحات موقعي، اكتب اليوزر نيم والباسورد. قول له حاضر، اليوزر نيم والباسورد هنا اكسترنال فين، سعوديه، سعوديه اف تي بي، اسمه الديره كليرنج والديره 2KSA، الديره كليننج والديره 2KSA، سيف باسورد لوجن. بسم الله، لا يا عم ما تجننيش بقى. طب كليننج 2KSA لوجن ان شاء الله. كليننج 2KSA الديرة كليننج، الديرة كليننج، هنا كليننج 2KSA لوج. خلاص يا عم خش على واحد تاني، ايجيبشن دي اف اللي هو الموقع ده، طالما ده مش اهو، ده برضو انا اللي عامله السيرفر بتاعه ده كده. دخلت على السيرفر، تخش على حاجه اسمها اتش تي بي، دي صفحات الموقع، دي صفحات الموقع اللي عايز دوت اس بي اكس وماستر بيج واللوجن، وهنا الصفحه الرئيسيه اسمها ديفولت اهي، دي الصفحه الرئيسيه بتاعتنا اسمها ديفولت، فيها عربي وانجليزي والهيصه دي كلها. لو انت مثلا هنا مكتوب ايجيبت دارت سي ايجيبت صح، لو انت مثلا هنا مكتوب اور ايه سبونسر، لو انا خدت لك الصفحه دي كوبي كده اهو، وجيت هنا عملتها بيست، فين اهي، وفتحتها على النوت باد ودورت على كلمة اور سبونسر، مش موجودة ازاي؟ خدها كوبي كده وارميها بيست انتر اهي، شيلها واكتب مثلا اي حاجة، محمد عماد اند ياسين اند اية مثلا، وسيفت حلو وقفلت، وخدت صفحة الديفولت بعد ما عدلت فيها رفعتها على الموقع تاني، واعمل بيست. قال لي هيست اول اعمل ريبليس، اه اعمل ريفريش، طيب بيست لازم نرفع من جوه يعني ولا ايه؟ مش عارف. دي صفحات الموقع اهي، بس ده كان موقع صغير، وعملت لها هنا بيست وفتحتها على النوت باد، وعايز اعدل اي حاجه هنا.
عايزين نعدل مثلا مرحبا بكم في موقع شركة الديرة دي. يا شباب ركزوا بس شوية، معلش. عايزين نعدل مرحبا بكم في شركة الديرة دي. ادور على كلمة مرحبا اهي واكتب اي حاجة. آية، محمد، عماد، علي، وسيف. واخد الصفحة دي كده تاني اهو، واروح راميها على السيرفر. بيست. هل انت عايز ريبليس؟ اه، كل حاجة اكسس دينايد. ايه القرف ده؟ يعني لازم ندخلها من هنا يعني؟ بص يا جماعة، ممكن ترفع من هنا برضو طالما مش عايز اخد كوبي بيست، ممكن ترفع من هنا. مانج، خش على ويب هوستنج مانج. دخلت على الاكونت بتاعك، بتعمل اكونت على جودادي وبتدخل. عشان يتعرض الناس خلاص، انت كده حجزت دومين وحجزت سيرفر، بتخش على السيرفر زي ما انا دخلت كده، وتروحي ماسكه ملفاتك كلها، تروح عاملاها بيست هنا على السيرفر، هتنزليها بيست. عشان يتباع ازاي؟ لا، ما هو اللي اشتراه هو اللي هيرفعه. اه طبعا، خلاص. وتروح رميها هنا، بس اهم حاجه وانت بترفع يكون على الروت يا ديفولت يا اندكس، يكون الصفحه اسمها اندكس او ديفولت، ما تخنفعش الاثنين. هي دي الصفحه الرئيسيه، تسميها يا اندكس يا ديفولت، مش هوم. الناس اللي مسميها هوم، لا، لما تيجي تعرض الموقع مش هينفع، هتضطر تقول الصفحه اللي تعرض اول مره الهوم، لا، يبقى يا ديفولت يا اندكس. وتغير من هنا وتشيل من هنا. ما شالتش زي ما حصل كده، لا، ممكن تخش من جوه على حاجه اسمها ويب هوستنج. بعد كده هتلاقي فايل مانجر، فايل مانجر هيتعرض لك صفحات الموقع. بص ازاي اهو، ممكن تقف كده وتدي له بيرميشن، يمكن هو مش مقري ان هو يتاخد، انه يعدل ويضيف جواه اهو. المفروض ادفانسد، يا اما هو مش شرط نعدل احنا من جوه بدل ما اتاخرك في قصه البرميشن. طب حاضر، ثواني بس، حاضر. كليننج اهي، وتروح جاي للديفولت هنا، تعمل ابلود فايل اهو. كليننج ده كده دخلت على الكليننج. الديفولت اهي، تعمل ابلود فايل وتروح رايح للديفولت بتاعتك اهي، وتعمل ريبليس. قال لك 100% كومبليت، اعمل ريفرش هنا كده. قال لك ايه؟ ايوه، ومحمد وعماد. كده انا اونلاين، كده انا اونلاين خلاص، مرفوع اهو. ده ايه؟ ده كترو 5 ويب كوب كليننج. كده انا اونلاين وتعدلت. يعني انت ممكن تعدل من هنا بقى، تشير وتحط برضو عن طريق الموقع اهو. ادي الموقع بتاعك اهو، بيحمل اهو، ده اللي جوه الموقع اهو. عايز تعمل ابلود فايل، عايز تعمل نيو فولدر اهو، اهو نيو فولدر وكرييت نيو فايل، وعايز ترفع فايلات اهي، عدل براحتك. طيب حلو، ده كده موضوع الايه؟ الملفات، تاخدها كوبي وتحطها بيست. حلو، بس في حاجه بقى لازم، الحركه اللي هتعملها دي تعمل تقف حاجه اسمها تشينج بيرميشن. لازم تعمل صلاحيات، تعمل صلاحيات ايه؟ تقول ان الفولدر ده ينفع يتاخد منه وينفع يتحط له. بالظبط، تقف هنا كده مقفوله ليه دي؟ فولدر الايمج ده بس. تقف عليه كده، حتة انك تشيله وتحطه من جواه، مش اليوزر لما بيجي بيرفع صورة بتتسجل جوه الفولدر، يبقى لازم اليوزر واخد لازم الفولدر يكون واخد صلاحية ان هو يقدر ايه؟ يتحط فيه ويتشال منه. هجيبها لك دلوقتي. ادي الفولدر
ادي الايمج كليننج فين اهي. تقف عليه كده تشينج بيرميشن، تشينج بيرميشن، هو طالما قلاه كده خلاص يبقى موجودة صح. تشينج سيتنج، طيب شو نافيجيت بار، تمام. طالما هي موجودة خلاص تقف على الفولدر كده، تشينج بيرميشن هيعلم على دي. هتلاقي بص واخد الفول كنترول، قلاه وقلاه. ملاحظين الفولدر واخد ايه؟ ريد وموديفاي وريد ورايت، كل ده لكل اليوزرز دول. لازم دول يكون، ما ينفعش حاجه اسمها ديناي. ديناي يبقى مش واخد الايه؟ الحركه دي، فهيضرب منه. لما يجي يرفع صوره العميل او المدير، يجي يرفع صوره هيقول له لا الفولدر ده ما ينفعش تحط عليه، عشان انت قايل ان الفولدر ده ريد بس. شفت زي ما حصل في الاكسس من شويه؟ هيحصل فولدر، فلازم يخش الصلاحيات كده. ده موضوع الملفات. الداتا بيز بقى اخر حاجه شباب، ركزوا بس. الداتا بيز انت ما خلاص كده، انت عايز تبني الداتا بيز بتاعتك. بص بقى يا باشا، موضوع الداتا بيز ده مهم جدا برضو. خش على اكونت، عايزين نخش من هنا. ادي ماي اكونت، خش على ماي اكونت كده، على اسم اليوزر مايكل، ويب هوستنج مانج. ركزوا معايا بعد اذنكم، اهم حاجه الداتا بيز بقى. تحجز دومين، تحجز سيرفر، وتاخد ملفاتك كوبي وتحطها على السيرفر، او تعمل لها ابلود زي ما انت شفت دلوقتي، يا اما من جوه الويندوز، يا اما منين؟ من جوه الموقع، يا اما بعد كده تبني الداتا بيز. داتا بيز اهي، داتا بيز اهي. اد نيو داتا بيز، طبعا دي بتاعتي انا. اد نيو داتا بيز تسميها داتا بيز نيم بالماي سيكوال. لا المفروض بالسيكوال سيرفر. طب هو ليه هنا كاتب ماي سيكوال؟ هقول لك. اد داتا بيز ايه؟ انا عملت واحده اسمها نتورك 5 بالسيكوال سيرفر، فانت ليك واحده بس سيكوال سيرفر وواحده ماي سيكوال. ليك واحده سيكوال سيرفر وواحده ماي سيكوال او اد نيو داتا بيز. ما هو ماي سيكوال احنا شغالين بايه؟ يبقى لازم تبقى سيكوال سيرفر. هو شغال بنوع تاني ماي سيكوال، بس الموقع بياخد واحده كده وواحده كده. بس انا خلاص خلصت المين؟ السيكوال سيرفر. فانت بقى بتبنيها ايه؟ وبتكتب يوزر نيم وباسورد، وبتكتب كونفيرم بس، تقول لي ايه؟ اوكي. اول ما تدوس اوكي هيظهر لك صفحه. تعالى ايه، وقف الفيديو ده عشان تبني ده بيز ويب هوستنج مانج. بص بيقول لك الاكسباير كام؟ 24/6/2016. خلي بالك ليه فتره انتهاء عشان بحج السنه، ولو وقفت ما عملتش تجديد هيقف. ادي داتا بيز اهو، تقف على داتا بيز. اد نيو داتا بيز، بص هنا المره دي قال لك ايه بقى؟ تختار. المره اللي فاتت عشان انا حجزتها تختار ماي سيكوال سيكوال سيرفر، ماي مايكروسوفت سيكوال سيرفر، يوزر نيم وباسورد، وتروح ايه؟ يوزر نيم وباسورد داتا بيز، تروح تدوس اوكي. اول ما تدوس اوكي بتاع، مش هينفع تدوس اوكي بصراحه عشان ده بتاع ناس مش هينفع يحجز داتا بيز، عشان في مره ممكن يقول لك انا عايز داتا بيز. اول ما تدوس اوكي هيظهر لك صفحه زي اللي بتظهر في الفيجوال ستوديو كده. تقف كليك يمين نيو كويري، وهتظهر لك صفحه بيضاء كده. مش انت هتاخد الجداول؟ خد جدول، جدول كوبي. تاخد ايه؟ مش كوبي من الديزاين، كوبي من الاس كيو ال، كوبي كده، وتروح حاطه على الموقع وتعمل بيست، وتروح عامل ايه؟ اكزكيوت كده. اول جدول اتبنى، تاخد الجدول الثاني، تاخد الكود بتاعه كوبي. طبعا تروح دايس بيست، وتروح عامل ايه؟ على الموقع. هيظهر لك صفحه بيضاء زي كده على الموقع. اول ما تخلص بناء الداتا بيز ما
بعد كده تلاقي نيو كويري، هتدوس عليها ترمي بقى صفحات الكود بتاعك بيست، تروح عامل ايه ران، ترمي الكود التاني بيست. طبعا الجداول ما تتاخدش بالهجوجوني كده بالترتيب، الجداول اللي ما فيهاش مفاتيح اللي بتبدا اللي فيها الجداول اللي ما فيهاش مفاتيح خارجيه الاول، بعد كده اللي فيها مفاتيح خارجيه بس، وتخلص ده بيز وكده الموقع اتبني. اخر حاجه تعملها بعد ما بنيت الداتا بيز يا باشا، اهم حاجه ملف الويب كونفيج بتاعك ده اهو، كان بيقرا الداتا بيز منين؟ من على الجهاز بتاعك. المره دي بيقراها منين؟ من على السيرفر. تاخد الكونكشن سترنج من على السيرفر، هتلاقي حاجه اسمها كونكشن سترنج، دوس عليها يقول لك كونكشن سترنج ده، خده كوبي وحطه مكان الويب كونفيج هنا. بس بتاعك مين؟ بتاعت السيرفر اهو، زي ما انا رافعها كده اهو على الموقع ده. هوريك الداتابيز بتاعتي على الويب كونفيج مرفوعه ازاي. الويب كونفيج اهو، كوبي بيست اهو، اديت، فين الويب سيرفر اهو، اد كونكشن سترينج فاليو اهو. السورس ده السيرفر، ده الاي بي بتاع السيرفر. حلو. كتالوج اسم الداتابيز نتورك 5، تعال اتفضل ادخل. سكيورتي اليوزر نيم اسمه ايه؟ ام عمرو، والباسورد هو ده بتاع الداتابيز عشان ما حدش يقدر يهكر عليه. بس كده دي اخر حاجه، اخر حاجه بتغير ايه؟ الكونكشن سترنج بتاع السيرفر، عشان انت الداتابيز بتاعتك كانت بتقوم من على جهازك، المره دي بقت بتقوم من على مين؟ من على السيرفر. بتاخد الكونكشن سترنج بتاع السيرفر مع اليوزر نيم والباسورد بتوعه. مش انت وانت بتبني الداتابيز قلت لك في يوزر نيم وباسورد داتابيز؟ هم دول. وانت بتبنيها عندك في بيتك مفيش، بس على السيرفر لازم يكون فيه عشان محدش يهكر عليك. وصلت؟ يبقى كده الموقع اترفع وهيشتغل. دومين سيرفر، حمل ملفاتك على السيرفر، كوبي بيست، ابني الداتابيز بتاعتك بالسيكوال سيرفر على السيرفر، بعد كده غير الايه؟ الكونكشن ايه؟ ادي الخمس حاجات اللي بتعملهم في الموقع. بعد كده تبدا تدخل على الموقع www.com كذا، انت اللي شغال ان شاء الله. بس وطبعا بعد ما تدي تبني تعمل كوبي للملفات بتاعتك، الفولدرات اديها بيرميشن انها ايه؟ ريد ورايت. عشان الموضوع ده انا قعدت فيه اكتر من شهر، والموقع كان متنال عينه بايظ ومش عارف احلها فين وفين لما حلتها. لازم تدي للموقع بعد ما حملت الملفات بتاعت الموقع بتاعتك ايه؟ اهو تقف على فولدر فولدر من جوه الفيجوال، من جوه الموقع بتاع جودادي. الفولدرات دي كلها بالذات تاخد صلاحيه انها ريد ورايت، يتقري منها ويتحط جواها، عشان وانت لو انت عملتها يريد بس مش هينفع يتحط جواها. يعني اليوزر لما يجي يرفع ابلود لصورته مش هيرضى، وكودك صح وشغال على الجهاز بتاعك بس على السيرفر مش شغال، عشان السيرفر بتاعك انت مش عامله ريد، مش عامله رايت، انت عامله يقرا بس، يشوف بس، بس ما ايه؟ ما يحطش جواه حاجه. وصلت؟ وقف الفيديو ده.